ما يعرفش كلها ما تقطعش خليه شوف تي في شفت ما يندوز عز عليه بخير غادي يدوز عندك ما غادي يدوز غادي يخليها مزيان يدوز بس هذه مزيان خويا بخير صافا خويا كلشي بخير دوز زعما داك ما غادي دير صافي مشى كويري وممثل شنو دابا نعطيو الكلمه دابا هو لا لا نعطيو لك الكلمه لا انا نقول لك صباح الخير نخلي ولدك يتسنى في الطوموبيل ولكن شتك طلعت باش نشوفك صافا كلشي مزيان نهار كبير هذا توحشنا شكون ما كيعرفش بيدودان المغاربه كاملين كيعرفوا بيدودان وانا من محبي هذا اللاعب هذا كيعجبني ودابا كيعجبني حتى في التعليقات ديالو في المباريات ومتبع بزاف بزاف انا كنحس به بحال هذا ود عائلتي ربي يحفظك انت راه عزيز عليا بزاف والله العظيم من الناس اللي محبوبين كنبغي نتفرج فيهم وشو الصدفه سبحان الله العظيم ان الصدفه جات وصافي بليزير انا نزل من الطوموبيل وخلاه ود في الطوموبيل ونجي نشوف حصلت السيركيلاسيون كامله باش يسلم عليا صافي بليزير الله يكمل عليك في المشوار ديالك نسيت انت ايضا ما كنتفرجوا في الديربي مي هذا الملتقى اللي غادي يكونوا كيشوفونا زعما الجمهور العربي صفة عامة فدائما اللي معروف على الجمهور ديال الرجاء والجمهور ديال الوداد هما انهم حتى هما كيمتعونا بالتيفوات اللي كيطلعوا كيمتعونا بالطريقه اللي كيشجعوا بها الفرق ديالهم وهذا عرس يعني خصنا نحتفلوا به ونبينوا بانه المغرب من بين الدول اللي كتقول الكلمه ديالها والكلمه ديالها مسموعه في العالم ماشي غير في العالم العربي وان شاء الله غادي يدوز ديربي في حله جيده ان شاء الله غادي نستمتعوا لا بالجمهور لا باللاعبين ونتمنى التوفيق للرجاء والوداد كلهم فرق مغربيه.